قرار 154 لسنة 2001 وتعليمات هذا القرار التي أكدت على رئيس الدائرة المتجاوز عليها على أملاكها أو رئيس الوحدة البلدية أو الموظفين بفتح دعاوى على كل شخص يتجاوز على الأرصفة، واضح، من خلال فتح دعوى جزائية أو إقامة الدعاوى المدنية باعتبارهم غاصبين لأراضي الحكومة، لأراضي وأملاك الدولة. طيب بهذه الحالة القانون ضدهم، وهذا الشيء واضح، وهم يعرفون أنهم متجاوزين مثل ما نشوف بالاستطلاعات، هذا الوعي موجود لكن لا سبيل لذلك. فإذا ماذا يقول روح القانون في هذه الحالة؟ روح القانون طبعا احنا لا اجتهاد في مورد النص، والعقوبات التي جاء بها القرار كانت تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 3 سنوات من السجن، وحيث أن هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة عمومية استغلها البعض وأصبحت تواجه الدولة، فلا بد هنا من أنه تقوم الدولة بتشريع قرار أو قانون يضمن حق هذا الشخص الذي يسترزق من خلال هذا الرصيد، من خلال إقامة أسواق نظامية محددة وضمن يعني رقع إيجاد البدائل، خلينا نقول إيجاد البديل من خلال تشريع قانوني، لأنه إيجاد البديل دون غطاء قانوني سيعيد الفوضى.